السلام عليكم، موجز الأخبار يأتيكم من المنارة FM. انفجار سيارة أمام مركز شرطة الحدائق بمدينة منغازي يسفر عن إصابة 3 من الشرطة وأصوات انفجارات أخرى غير معروفة السبب. تفاصيل أوفى حول هذا الخبر معنا على الهواء مباشرة مدير مركز شرطة الحدائق بمدينة منغازي العقيد سعد الحجازي. السلام عليكم عقيد سعد. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بداية حدثنا عن ملابسات هذا الحدث، وخاصة أن هذا الانفجار هو ليس بالتفجير الأول الذي يستهدف فيه مركز شرطة الحدائق. لا طبعا التصحيح هو أن أول انفجار يستهدف في مركز الحدائق، ما فيش انفجار قبل مركز الحدائق. نعم. الانفجار حدث الساعة 5 الفجر قبل صلاة الفجر. شخص مجهول وضع مادة متفجرة تحت سيارة المركز. أثر الانفجار على أتلاف للمركز وجميع سيارات المركز والمباني المجاورة للمركز. نعم. وإصابات بسيطة لأعضاء المركز. كم عدد الأشخاص الذين أصيبوا؟ هل فعلا هم 3 عناصر من الشرطة؟ هم 4 ولكن إصابة بسيطة والحمد لله. نعم. لم يتم القبض على أي من هؤلاء المجهولين كما ذكرت الذين استهدفوا المركز؟ والله نحن قائمين طبعا سوى ضبط مجموعات، ولكن مازال إن شاء الله. في رأيك لماذا يستهدف مركز شرطة الحدائق؟ هو استهداف مركز شرطة الحدائق، هو مش استهداف المركز بالذات، هو استهداف مدينة بنغازي. عدم استقرار، عدم توفير استقرار في مدينة بنغازي، فيما بنغازي سوى على التفجير ولكن هل هنالك شيء مميز بشرطة مركز شرطة الحدائق بالتحديد؟ طبعا مركز شرطة الحدائق طبعا هو الحمد لله هو المركز اللي اقدر نقول لك اكثر مركز يسر، وطبعا هو الملجأ جميع المواقيت في مركز الشرطة غالبيتها يتوقف في مركز الحدائق سواء النساء او الرجال. مركز شرطة الحدائق نقول الحمد لله ان التفجير ما طبعا هو ملاصق له محطة بنزين المركز، نقول الحمد لله التفجير ما وصلش لمحطة البنزين، ولا كانت تبقى كارثة كبيرة حجم الكارثة، كارثة بمعنى الكلمة. نعم نعم. وبكم تحصر يعني الأضرار المادية؟ والله يتلاف، شوفي تتلاف مركز كامل وسيارات جدد، وطبعا في سيارة حتى واحد من الشرطة حتى عنده سيارة تلاف كامل. ما قدرش نقدرلك، لكن مبلغ يكون مبلغ كبير يعني. إذا المركز بالكامل أضرمت فيه النار إثر هذا التفجير؟ تتلف كامل جميع الجزاز اللي داخله والابواب والاناره وجميع اي حاجه. نعم نعم. اذا سنبقى في تفاصيل اوفى حول هذا الحدث واكثر، وكنت معنا على الهواء مباشره مدير مركز شرطه الحدائق العقيد سعد الحجازي، شكرا جزيلا لك. تفاصيل اوفى، وكما كنا معكم مع العقيد سعد الحجازي في وقت مضى، الان معنا على الهواء مباشره مسؤول المكتب الامني بالمجلس المحلي لمدينه بنغازي محمد التائب. السلام عليكم استاذ محمد. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته، مرحبا بكم. أهلا وسهلا. بداية هذا الحدث يعني هو في إطار عدد من المشاكل الأمنية التي تعاني منها مدينة بنغازي، ما هو تعليقكم أنتم كمسؤولين عن المكتب الأمني لمدينة بنغازي وهذا الحدث لتفجير مركز شرطة الحدائق؟ بسم الله الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. إن الله لا يصلح عمل المفسدين. لا شك أن نحن كمجلس محلي وكلجنة أمنية خصوصا نستنكر هذا الفعل الشنيع مهما كان على أي كان، وخصوصا بمس هيبة الدولة. الحقيقة والحمد لله رب العالمين على سلامة الأخوة. أنا في الصبح كنت بعد صلاة الفجر ذهبت إلى مركز الشرطة والتقيت بالأخ العقيد أمر مركز الشرطة والتقيت ببعض الشرطة، والحمد لله رب العالمين على سلامة الأرواح جميعا. طبعا جاني البلاغ قبل صلاة الفجر ممكن بعشر دقائق أو بربع ساعة. نعم. أن هناك انفجارات. فتجهزت، انطلقنا صلينا الفجر وذهبنا إلى مكان الحدث، ولكن وللأسف يعني كان الانفجار يعني كبير جدا، يعني لدرجة المحلات وزجاج النوافذ فيها وزجاج العرض فيها حتى البعيد، حتى المنازل القريبة يعني جاء بعض الأخوة السكان شكوا أنه انفجرت. فنسأل الله سبحانه وتعالى أن ينتقم من الفاعلين أيا كانوا. وطبعا هذا فعل شنيع، يعني لا يقبله العقل السليم ولا يقبله يعني حتى اللي كانوا ساكنين ممكن في
في المجوري، والمجوري بعيدة شوي عن مكان الحدث. نعم. شعروا يعني سمعوا بل الهزة. حتى السيارات وأجهزة الإنذار فيها بدأت تتحرك واشتغلت يعني من هول التفجيرين. نعم الآن يعني مركز شرطة الحدائق ربما هذه المرة هي المرأة الوحيدة التي يستهدف فيها هو بعينه، يعني من فترة ماضية كان هناك استهداف لأحد عناصر الأمن في المركز واستهداف شخصي يعني سيارته الشخصية. مركز شرطة الحدائق كما أفاد العقيد سعد الحجازي قال بأنه هو الأكثر نشاط، ربما هو يمارس أعماله بشكل أكثر نشط، ولكن في وجه نظرك أستاذ محمد لماذا يستهدف مركز شرطة الحدائق بالتحديد؟ يعني هل هنالك أشخاص بالداخل تم القبض عليهم ويعني هنالك محاولة ما من هؤلاء الأشخاص الذين استهدفوا هذا المركز اليوم بأنهم يصلون إليهم بأنهم يحررونهم، أو هي رسالة معينة يراد بها التصرح؟ قد يكون جميع هذه التوقعات، ولكن هي كانت بلمس هناك قضية اختطاف وغيرها. نعم. فلعل تكون لها دواعي على هذه القضية، ولكن اتصلت بعض الأخوة قالوا أن هناك بعض الناس من اللجنة من مكافحة الظواهر السلبية يقول أنا من الظواهر السلبية، فلما اتصلت الأخوة المسؤولين في الظواهر السلبية فقالوا أن هذا الشخص ليس معنا وتبرعوا من الفعل. قالوا واتصلنا بالأجهزة الإعلامية وتكلمنا، ولكن أحيانا بعض الأمور لا تظهر، قد يكون هناك نوع من الفتنة والتحريش ما بين الأجهزة الأمنية. فنحن حقيقة نناشد جميع الأجهزة الأمنية، ونناشد الأخ فوزي ونيس، برغم القرار اللي أن تكليف الأخ النائب له واللي هو السيد أدمين التورغي أو غير، لكن نناشد الأخ السيد فوزي ونيس الآن بأن تأخذ اللجنة الأمنية على عاتقها مسؤولية الأمن وتعين إخوانها من أجهزة الشرطة حتى يتم الدمج أو يتم الحل أو غير ذلك أو التغيير أو ما تراه الحكومة القادمة إن شاء الله، لأن الآن الظرف أصبح صعب جدا. حوادث إذا هذا الانسحاب للجنة الأمنية الآن فرض وجوده على الساحة، يعني يُثر باللجنة الأمنية أن تكون الآن موجودة على الساحة. الأخوة في كتيبة رفض الله صحاتي، والأخوة في كتيبة 17 فبراير، والأخوة في اللجنة الأمنية العليا. نعم. يعني بعد جمعة 21/9 اللي هي إنقاذ بنغازي تأثر الشباب كثيرا وقالوا يعني هذا جزاء الثوار الذين كانوا في الجبهات والذين كانوا يحمون البلاد. طبعا كانت هناك بعض الأخطاء التي حدثت في المسيرة، يعني المطالبة لا شك أن المطالبة بجهاز أمني واحد وجهاز جيش واحد. نعم. هذا كله مطلب الجميع، ولكن الاعتداء الذي حدث على كتيبة أنصار الشريعة أو على غيره فسببت نوع من التراخي لدى الشباب، وتركوا الأمر واستجابوا لأمر الناس حقيقة، ولكن نحن نطالبهم بأن يتقوا الله عز وجل وأن يستجيبوا الأمر داعي المصلحة وداعي بنغازي. وماذا بعد هذه المناشدات؟ يعني ما هو الإجراء الذي ستتخذونه أنتم كمجلس؟ لا شك أنها ستكون هناك اجتماعات بإذن الله عز وجل للمسؤولين والمنسقين على المستوى الأمني، سواء من القوى المتحركة أو غرفة بنغازي أو اللجنة الأمنية العليا أو الأخوة في مديرية الأمن، يصل إلى إن شاء الله إلى كلمة سواء، ونصل إلى ما يعني ما نستطيع أن نتوافق عليه لنحقق الأمن في هذه الأيام، لأن أصبح الأمر حقيقة حرج جدا، واتصل بي كثير من الأخوة كلهم سيء يعني استياء شديد جدا، يعني وخصوصا في هذه المراحل. بالأمس الأول أمس أو أولتين أمس بس يعني الشاب قتل المسجد، يعني بأي ذنب قتل ورجل يعني من نحسبه من الخيرين في هذا المكان، ورجل ملازم للمسجد وقاري للقرآن ويأم بالناس إذا غاب الإمام. إذن هي عدد من الحوادث يجدر بالأجهزة الأمنية الآن أن تقف وقفة واحدة من أجل حماية المدينة ومن أجل حماية ليبيا بشكل عام، ثم تحاول قدر الاستطاعة. وأنا لا أدري لماذا الأخوة يعني في المسؤولين يعني مثلا لا يفعلوا الكاميرات ولا يفعلوا الأرقام يعني أرقام الهواتف المجانية للبلاغ عن هذه الحوادث. يعني الحقيقة خاطبنا كلمنا تحدثنا يعني ناشدنا جلسنا انتظرنا أمام رئاسة الوزراء بالساعات الطوال، للأسف أن هناك من لا يستجيب ولا ينظر إلينا، فنحن لا نريد أن يصل الحال إلى أسوأ من ذلك، لأن الناس إذا رأت مطر دم وشمت رائحة الدماء أحيانا يحدث عندها نوع من التوحش وبعد ذلك لا تحمد العواقب. نعم. فنسأل الله سبحانه وتعالى التوفيق. نعم. ولكن نناشد الجميع، الأخ فوزي الآن، الأخ فرج الدرسي في المديرية، الأخوة اللي الآن كلهم يتفقوا
وكان لم يتقوا الله عز وجل ويجعلوا مصلحة بنغازي هي المصلحة العليا فيوفقهم الله سبحانه وتعالى إن شاء الله بإذن الله. إذا المسؤول على المكتب الأمني بالمجلس المحلي مدينة بنغازي الأستاذ محمد التائب، شكرا جزيلا لك. أصوات الاشتباكات في مدينتي طرابلس وبنغازي تسمع طوال ليلة أمس والأسباب مجهولة وغياب إعلامي للأجهزة الأمنية. علمت المنارة أن موظفين عاملين بمصرف ليبيا المركزي ببنغازي قاموا صباح اليوم الأحد بالإضراب عن العمل احتجاجا على عدم توفر حماية وأمن لهم لأداء عملهم بالمصرف. وجاء هذا الإضراب على خلفية اعتصام يقوم به عناصر من كتيبة درع ليبيا أمام مصرف ليبيا المركزي منذ يوم الأربعاء الماضي، مطالبين بمرتباتهم منذ بداية شهر فبراير 2012. حجاج بيت الله الحرام بدأوا فجر السبت الوصول إلى أرض الوطن مهللين ومكبرين بعد أن من الله عليهم بأداء فريضة الحج لهذا العام. مسؤول محلي بمدينة البيضاء يؤكد أن لجنة من المؤتمر الوطني العام قامت بجولة داخل المدينة لمعاينة جاهزيتها لاستضافة جلسات المؤتمر الوطني. وأحمدان يؤكد أنه تم إدراج طلب نقل جلسات المؤتمر إلى مدينة البيضاء ضمن بنود أعمال جلسة الأحد. رئيس الحكومة علي زيدان ينفي انسحاب وزير الخارجية علي الأوجلي من تشكيلته الحكومية. عضو الاتحاد العالمي لعلماء المسلمين علي الصلابي يطالب القوى السياسية في ليبيا بالالتقاء على قواسم وطنية مشتركة للانتقال من الثورة إلى الدولة المدنية. نائب وزير النفط الليبي عمر شكماك يصرح لرويترز أن فتح مقر للوزارة في بنغازي سيستغرق وقتا. ليبيا ترفض عبور طائرة رئيس البرلمان العراقي وتعيدها لمصر قبل أن تمنح لها حق المرور مجددا. أهالي منطقة زويتينا وما يجاورها يقفلون البوابات المؤدية إلى شركة زويتينا ويمنعون الطائرات من الهبوط في مطارها، مطالبين بنقل إدارة الشركة من طرابلس إلى بنغازي وبتوفير فرص تعيين وظيفي لأهالي المنطقة في الشركة، ومهددين بإعادة اللجنة التسييرية التي كانت تسير الشركة أيام الثورة خلال يومين إذا لم تستجب المؤسسة لمطالبهم. المجلس المحلي لمدينة بنغازي ينظم اجتماعا اليوم الأحد لمناقشة ظاهرة تكديس القمامة وكيفية القضاء عليها. التكتل الفيدرالي يستبدل كلمة الفيدرالي بالاتحادي ليصبح التكتل الاتحادي الوطني ويفتتح فرعا له في زوارة في أقصى الغرب الليبي. قمة الانتربول في روما بمشاركة 110 دولة تعتزم البحث في ملف الأموال الليبية المهربة التي قام القذافي وعائلته وأزلامه بتهريبها إلى خارج ليبيا. رئاسة الأركان العامة للجيش الليبي تمنع دخول جميع التشكيلات المسلحة إلى منطقة بنوليد إلا بإذن من الأمر المكلف من قبل رئاسة الأركان العامة بمدينة بنوليد، وتنبه المواطنين بعدم دخول إلى المدينة إلا عن طريق الطرق المعبدة فقط. الشركة العامة للكهرباء تعلن الانتهاء من شحن محطة جميل الجديدة جهد 30 كيلو فولت وأن العمل جار على ربط المغذيات بالمحطة المذكورة. تجمع الأصالة يطلق حملة التوعية حول الدستور وأهميته بالعاصمة طرابلس. تونس تنفي السماح لعناصر من مكتب التحقيقات الفيدرالي الأمريكي FBI بزيارة تونس للتحقيق مع تونسي مشتبه بتورطه في قتل السفير الأمريكي كريستوفر ستيفنس بالقنصلية الأمريكية في مدينة بنغازي في الشرق الليبي. ثلاث نساء يلقين حتفهن في غرق سفينة مهاجرين بين ليبيا وجزيرة لامبادوزا الإيطالية وإنقاذ 70 آخرين. قادة المعارضة السورية يبدأون الأحد اجتماعا في العاصمة القطرية الدوحة بهدف محاولة إعادة تنظيم صفوفهم، ومسلح المعارضة في الداخل يكثفون هجماتهم ويهاجمون مطارا عسكريا في محافظة إدلب وكتيبة دفاع جوي في ريف حلب. قوة حفظ السلام الدولية في منطقة دارفور بالسودان تقول أن الجيش السوداني قد منعهم من الوصول إلى موقع أفاد التقارير بوقوع هجوم فيه أدى إلى مقتل 10 أشخاص يوم الجمعة الماضي. وأخيرا مصر، الجيش يسيطر على المقار الأمنية بشمال سيناء ويفتح الطريق الدولي. كانت هذه أهم العناوين وفيتكم بها أنا علا شويهدي. لمزيد من التفاصيل زوروا موقعنا المنارة.link.com. إلى أن ألتقيكم في أمان الله. المنارة FM، الوطن لحظة بلحظة بين يديك.